السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الأساسي، طلابي الأعزاء، اليوم درسنا الدرس العاشر أعمال الصلاة. يجب على الطالب أن يصلي صلاة صحيحة كما هو مبين في الكتاب صفحة 33. يجب على الطالب أن يصلي مراعيا الترتيب في الصلاة. والآن يجب على الطلاب التحضير لأداء أعمال الصلاة معا، إحضار سجادة الصلاة، والطالبات لبس لباس الصلاة، ولنتهيأ لأداء الصلاة. أستقبل القبلة وأنوي الصلاة، ثم أرفع يدي بجانب أذني وأقول الله أكبر كما نرى في الصورة. وضع الولد يداه بجانب أذني وقال الله أكبر، ثم أضع يدي اليمنى على اليد اليسرى وأنظر إلى موضع سجودي وأقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم أقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، سورة قصيرة من قصار الصور: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم أركع قائلا الله أكبر. هكذا تكون هيئة الركوع، وأقول في ركوعي: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم أرفع رأسي من الركوع، قائلا: سمع الله لمن حمده. وأعتدل قائما: ربنا ولك الحمد، وقول: ربنا ولك الحمد. ثم أسجد، هكذا هيئة السجود، قائلا الله أكبر، ثم أقول في سجودي: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات. ثم أرفع من سجودي قائلا الله أكبر، وأعتدل جالسا. ثم أسجد سجدة ثانية قائلا الله أكبر، وأقول في سجودي: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم أرفع من سجودي قائلا الله أكبر، وأستوي. ثم أصلي الركعة الثانية كما صلينا الركعة الأولى. وبعد الانتهاء من السجود الثاني في الركعة الثانية أجلس وأقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، ثم أسلم عن اليمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلى الشمال، عن الشمال. إذن أسلم عن اليمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم أسلم عن الشمال قائلا السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أنهينا أداء أعمال الصلاة. أرجو من طلابي الأعزاء هل اختبر معلوماتي في الصفحة 37
بترقيم الصور حسب ترتيب أعمال الصلاة.